السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا أحبة من الأيام الفضائية، وهذه التغطيات المستمرة حول العملية الناجحة والعملية التي استمرت من 6 أيام وخلال 196 يوما من الكيان الصهيوني وحربه على فلسطين، لم يرد إلا برد ضعيف جدا باعتراف الوسائل والإعلام الإسرائيلية. سنناقش اليوم أنا وإياكم وضيوفي الكرام حول تداعيات هذه الهجمة الأخيرة من قبل الكيان الصهيوني، وأيضا الفيتو الأمريكي، وأيضا المقاومة في فلسطين وفي لبنان. معي ضيوفي من في الاستوديو الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، أهلا بك. وعبر سكايب محمد إبراهيم، كاتب في الشؤون السياسية من لبنان، أهلا بك أستاذ. راح نبدي وياك دكتور عدنان من حيث الوعد الصادق، الأثر والنتائج، وهذا هي عنوان التغطية لهذا اليوم، أثر هذه العملية على الكيان وحلفائه برأيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز ومشاهديك الكرام، وجمعة مباركة على الجميع. أنا أتصور اليوم إذا نتكلم عن هذا الموضوع، وبالتالي سنصل هل فعلا ما حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تنفيذ الكثير من مصداقيتها في الواقع السياسي، نجد أن هذه القضية قد أخذت أبعاد ذات بعد يعني يتعلق بأصل تفكير الإسرائيليين في استراتيجية الردع اللي كانت تعتبرهم بها بأنها أساسية القوة الأكبر، يعني قابلية على أن ترد الهجمات، وأكثر قوة على أن تكون قوة شرق أوسطية. يعني هي أساس الموضوع أنه إسرائيل كانت تتصور أنه هي القوة الأكبر، لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم على أنه إسرائيل هي أكبر قوة موجودة في الشرق الأوسط أمنيا وعسكريا واقتصاديا وكل شيء. لكن اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت مصداقيتها خلال 45 عاما وأكثر، يعني عندما بدأت بصورة واضحة بطرح مبادئها وطرح برنامجها في مسائل تتعلق بالتعامل مع إسرائيل المغتصبة والتعامل مع الصهاينة، وكيف يمكن أن يكون للشعوب الإسلامية والدول الإسلامية ودول العالم كلمة في هذا المضمار. عانت ولا زالت تعاني الجمهورية الإسلامية من حصارات، وعانت كثير من المقاطعات، وعانت كثير من عمليات الإضرار بمصالحها سواء كانت الأمنية والاقتصادية، لكن إيران خرجت بعد كل هذه الأمور بضربة حاسمة، استطاعت أن تثبت وجودها وتثبت مصداقية قادتها وزعمائها، وفي نفس الوقت تركت أثرا كبير في نفوس الصهاينة على أن إيران أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني تفي بما توعد، وهذا هو الذي تحقق. الأمر الثاني، اليوم إسرائيل لو شوفين المجرم نتنياهو يتكلم عن حرب وجودية، وهذا يعني أنه يقول بأن حربنا مع إيران وحربنا مع حزب الله ومع بقية يعني فصائل المشروع اللي هو مشروع المقاومة، يقولون بأن هذه الحرب مع هؤلاء حرب وجودية. هذه كلمة ذات مغزى كبير. اليوم عندما تتكلم إسرائيل عن حرب وجودية يعني تعني بأن خصمها العنيد هو خصم قادر على أن يفهم دور الصهاينة، وقادر أيضا على أن يواجهها بالطريقة اللي هي تفهمها، وهي طريقة القوة. ذلك أنا أتصور الوعد الصادق كان يعني أسلوب جديد من أساليب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدأ بحرب واسعة خلال 10 أيام من أجل الضغط على المجتمع الدولي، وبصبر وبعقلنة عالية جدا بحيث أربك القيادة الإسرائيلية، ثم بدأت بعمليات تطهير المسيرات بالمئات من أجل تحقيق هذا الهدف. هذه العملية القوية من إيران خلت خلال 6 أيام للكيان الصهيوني تصريحات أكيد مختلفة بين أطرافها، البعض يقول نؤجل الرد لأسباب عملياتية، والبعض الآخر يقول لا، سيكون الرد إلكترونيا وليس عسكريا. هذا الاختلاف بالآراء يدل على ضعف القادة في إسرائيل. بالتأكيد اليوم ليس الضعف، اليوم عندما نتكلم عن رهد باهت بهذا الشكل مدعوم بحملة إعلامية فيها نوع من التضليل، نوع من التضخيم والمبالغة بحجم هذه يعني هذا الرد الباهت، يعني على أن القيادة الإسرائيلية لن تستطع أن تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما لا تعلمين بأن حتى هناك ضغوطات. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تمارس شتى أنواع الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وترسل البارجات وترسل البواخر والحصارات، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحد هذه الدقيقة مع أخوانها مع أشقائها اليمنيين وغيرهم استطاعت التحكم في البحر الأحمر،
استطاعوا التحكم بأكثر سيطرة على الميناء وعلى طبعا التحكم بأكثر من 70% من يعني حركة الملاحة العالمية. ما علينا احنا بالأخبار اللي تورد، لكن واقع الحال شوفي قناة السويس وين وصل حالها، شوفي بقية الموانئ وين وصل حالها، شوفي الآن الأسعار اللي ارتفعت على المواد اللي تذهب إلى أوروبا وتجي من أوروبا. الخسائر الإسرائيلية اللي هي مستمرة، يقال أن الخسائر لحد الآن بلغت أكثر من نصف تريليون دولار خلال شهر ونص، يعني أعرف حجم الأشياء. فذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا زال تأثيرها قويا مع كل هذه الحصص. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أيضا، شوفي حتى واحدة منهم عندما جاءت باخرة إسرائيلية وهي إيران أعلنت على أن كل البواخر المملوكة لإسرائيل والتي تدعم العملية الحربية لإسرائيل في غزة سوف تصادر. وبالتالي عندما جاءت هذه الباخرة تم السيطرة عليها مع وجود مئات الأساطيل، وكان تحالف هناك، وكان تحالف دولي ببريطانيا وبفرنسا وبكل دول ألمانيا، ولكن لن يستطع فعل شيئا امام قوه واراده الجمهوريه الاسلاميه. طبعا هذه اولا بعون الله سبحانه وتعالى، ايران استطاعت ان تكون قوتها بذاتها بقدراتها، لديها قوه صاروخيه قويه، لديها قدرات بشريه، لديها قدرات بحريه. لذلك اليوم نتكلم عن هذه الضربه، وتفضلين انه اسرائيل هل كانت يعني تدرك؟ نعم كانت تدرك جيدا، والولايات المتحده تدرك ايضا هي ليست باستعداد للدخول مع حرب مع ايران. نعم. وهذا شيء مهم جدا. اليوم عندما تتكلم الولايات المتحده الامريكيه مع الصهاينه على ان تكون ضربتهم او يؤجلوا الضربات، انما هو تخوف من مواجهتهم مع الجمهوريه الايرانيه، والا هي امريكا غطرستها واضحه، ويعني هي تحل المشاكل اغلبها باستخدام القوه المفرطه. لكن اليوم عندما تتكلم عن الجمهوريه الاسلاميه ستكون حساباتها تختلف كثيرا مع بقيه الاماكن اللي هي توارث جزء من ضغطها في افريقيا وفي اسيا. رصدت اليوم او فجر هذا اليوم ثلاث مسيرات صغيره الحجم جدا حسب وسائل اعلام ايرانيه رسميه، واكيد استهدفتها المضادات الجويه الايرانيه واسقطتها في مدينه اصفهان. بعد سماع الاصوات في المدينه، والمجلس القومي الاعلامي الايراني صرح بلا وجود لهجمات صاروخيه من قبل الكيان، واكيد الكيان هو اليوم تشار له الاصابع بالاتهام لهذا الاستهداف لانه هو الذي هدد خلال هذه السته ايام. ننتقل الى سكايب استاذ محمد ابراهيم، ما التشخيص لما جرى؟ هل تعرضت ايران فعلا لهجوم صهيوني ام اننا امام عمليه امنيه بانتظار رد اسرائيلي يكاد ان يقدم على انه رد على الهجمه الايرانيه الاخيره؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتنا لكم وللدكتور العزيز ضيفك العزيز لمشاهدي قناة العين. بداية لنذهب إلى رسم الصورة بشكل عام، ما هو الهدف من كل هذه العملية حيث بدأ الهجوم منذ ما بدأ الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق؟ في الأول نقطة، الهجوم على القنصلية الإيرانية هو صحيح اليد الإسرائيلية التي نفذت، لكن القرار أمريكي بامتياز، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وقادة كبار من الجيش الأمريكي هم متواجدون حاليا في الكيان الصهيوني، وكذلك الإدارة السياسية للمعركة هي بيد الأمريكي بالمطلق. من هنا جاءت الضربة على القنصلية الإيرانية كتست وتجربة لرد الجمهورية الإسلامية على هذه الضربة. هم حاولوا قياس قدرة وجرأة الجمهورية الإسلامية باعتبار أن ضرب القنصلية هي ضرب للأراضي الإيرانية. يجرب الأمريكي، كان الأمريكي يجرب عبر الإسرائيلي. صحيح أن لا نخفي الدور الإسرائيلي في التحكم بمجريات المعركة، لكنه دور منخفض مقارنة بالدور الأمريكي. ذهب الأمريكي لاتخاذ هذا القرار لتجربة جرأة وقدرة الجمهورية الإسلامية في حال تعرضت لنوع من الاعتداء. لذلك عندما بادرت الجمهورية الإسلامية بدون مواربة لأخذ القرار بالرد والمبادرة بالرد وتوجيه الرد، هذا فرمل المشروع الذي كان مخططا له لما بعد ضرب القنصلية، في حال كانت الجمهورية الإسلامية اعتمرت السياق السابق، بحيث عندما تعرض قادة من الحرس الجمهوري الذين يديرون العملية الدعم اللوجستي وعملية نقل المعلومات والتكنولوجيا ودعم المقاومة الفلسطينية في غزة،
كانت في السابق الجمهورية الإسلامية تعتمد أنه مقابل هذه الضربات أزيد وأستمر في دعم المقاومة الفلسطينية بكل ما أستطيع، إنما ضرب القنصلية كان ضربا من الخيال الأمريكي، كان يحاول أن يقامر ويراهن على الرد الإيراني، هل سترد الجمهورية الإسلامية أم لا؟ لأنه ما يتبع قرأ الإيراني الوضع بصورة ممتازة جدا وأدرك أن الرد هو على هذه العملية أن الأمريكي يجرب هل للجمهورية الإسلامية خيار بدخول حرب كبرى أم لا، هل له الجرأة والقدرة بالرد أم لا. الجمهورية الإسلامية كانت في السابق وكل قوى محور المقاومة تعاملت مع الكيان تحت عنوان إسناد مقاومة غزة، وهي لا زالت مستمرة في هذا المجال وفي هذا النمط تحت عنوان. إذن ما هو تشخيصكم أستاذ محمد، تشخيصكم لهذه العملية، العملية الأخيرة فجر هذا اليوم، هل كانت هي عسكرية أم أمنية؟ لحد الآن القيادات الكيان لم تتبنى هذه العملية، وماذا يدل ذلك؟ صحيح، هم تبنوا هذا إعلاميا حيث تحدثت عن ذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية. هي عملية أمنية بامتياز، سبق مثل هذه العملية عدة عمليات جرت على الأراضي الإيرانية، لذلك حاولوا أن يقدموا هذه العملية كإنجاز لكن لم يتبنوه رسميا، بحيث يحاولون إرضاء الجمهور الإسرائيلي ومحاولة تطمينه بأن لدينا القدرة على الرد ولدينا القدرة على إعادة تغيير موازين القوى كما كانت في السابق وما قبل الضربة الإيرانية. لا شك أن الجمهورية الإسلامية وقارة الجمهورية الإسلامية وضعوا الصورة بأن هذه العملية الأمنية هي بأيادي إيرانية، بأيادي عملاء للكيان الصهيوني داخل الأراضي الإيرانية، وهي ليست إن تجرأ الكيان الصهيوني على تبني هذه العملية فهي عملية صغيرة، هي لا تساوي ليست شيئا مقارنة بالعملية والهجوم الصاروخي الكبير على الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم. طيب نعود لك أستاذ عدنان، مثل ما تفضل أستاذ محمد أنه هي عملية محدودة وعملية صغيرة، ووسائل الإعلام نقرأ في وسائل الإعلام الإسرائيلية مثلا قالت أن هذه الهجمة نفذت أولا بشكل يمكن على ما يبدو هو إغلاق للحدث، وأيضا قالت CNN مثلا قالت بأن الخبراء في إسرائيل لا تملك القدرة على خوض حرب شاملة طويلة الأمد دون دعم خارجي، وأيضا الغارديان قال بأن الضربة الإسرائيلية المحدودة للغاية لن ينظر إليها الكثيرون على أنها علامة على الجرأة والعزيمة كما يريد نتنياهو، ولكن على الضعف. وأيضا قالت وسائل إعلام إسرائيلية في إيران أو هذا الرد الإسرائيلي في إيران هو لإسقاط الواجب فحسب. رأيك بهذا الرأي الإعلامي الإسرائيلي بدون تبني من قبل القيادات الصهيونية لهذه العملية؟ كل هذه التصريحات وإضافة للتصريحات الأمريكية وتصريحات حتى بنفس القادة الأمريكان بأن هذا الهجوم هجوم باهت وهجوم لن يرتقي إلى مستوى الرد الإيراني، وبالتالي وضح أنه هذه رسالة للداخل الإسرائيلي، وحتى الداخل الإسرائيلي اليوم مختلف في هذه المسألة، اليوم هناك اختلافات عديدة، هناك اشتباكات عديدة على المستوى المجتمع الإسرائيلي، وهذا دليل على أن نتنياهو المجرم لن يستطيع أن يحقق شيئا حتى في هذه الضربة. اليوم كما تقول غارديان، نعم لا يستطيع الإسرائيليون الصهاينة أن يقوموا بأي عملية دون أن يكون هناك دعم خارجي، يعني تعلمين اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعوض إسرائيل، بل هي تبجحت، حتى بايدن تبجح أمام الجميع بأنه هو الذي أو أمريكا هي التي أفشلت الهجوم الإيراني السابق، وهذا صح. طبعا ادعاء كاذب، ولكن بحد ذاته ينبئ يعني رغبة أمريكا بإعلان أمام العالم بأنها هي التي صدت الهجوم قبل أن يصل إلى إسرائيل، لتعطي رسالة للصهاينة لجوة انتخابية على أن أمريكا قامت بدورها في دعم إسرائيل. وكما تعلمين قبل حوالي أكثر من 5 أيام تمت المصادقة داخل الكونغرس الأمريكي بتعويض إسرائيل بالخسائر التي منيت بها ب 23 مليار و800 مليون دولار أمريكي، ويعتبر هذا رقم كبير بالموازنة للمساعدات السابقة الأمريكية إلى إسرائيل. هذا يعني بأن أمريكا يعني إن رغبت بذلك فهي تعطي الإشارة بتوسيع الحرب مع إيران، لكن أمريكا تدرك، هي ليس بمعنى أنه غير قادر على توسيع الحرب، ولكنها مدركة
بأن توسيع الحرب مع إيران سوف لا يجدي نفعا، وبأن إيران دولة قوية قارية كبيرة ذات مساحات واسعة، وبأن الإجراءات الأمنية الإيرانية إجراءات قوية، ولا زال الإيرانيون كما قال الأمريكان بالذات لا زال الإيرانيون لن يكشفوا عن أسلحتهم التي فيها نوع من التطور ما أرسلوه في الدفعة الأولى، لا يشكل القوة الصاروخية الحقيقية ولا القوة الإلكترونية التي تستطيع من خداع الرادارات. فإذا أنا أعتقد اليوم هذا الرد الباهت هو رد يعني لا يرتقي إلى مستوى أن نتكلم به، ولكن الآلة الإعلامية الإسرائيلية مع الآلة الغربية حاولت بأي جهد أن تعكس أهمية هذه الضربة، وطرحت الكثير من الاحتمالات أنه صاروخية، مرة صاروخ عبرت لا مرة كذا، لكن القيادة الإيرانية شخصت القضية بشكل واسع. الأمر بسيط، لن يتعدى ثلاثة يعني درونات خفيفة تم إسقاطها، وهذه إسقاطها في الجو، وحتى هذا إسقاطها في الجو لها المدينة لم تشهد أي انفجار، وأصبحان الآن طبعًا حياة طبيعية، وحتى بحد ذاتها هاي إسقاط الدرونات التي هي بشكل بسيط، حتى هذه أثبت أن سلاح الجو الإيراني والرادارات الإيرانية اكتشفت حتى هذه الرادارات، شغلوا الرادارات الحديثة بحيث حتى الدرونات بهذا الحجم، تعرفون هذا الحجم يكون على على ارتفاع أقل ولا يمكن اكتشافه لأنه ما عنده موجات حرارية حتى يكتشف الرادار أو غيرها، لذلك تصورين حتى هذا تم اكتشافه وإسقاطه. طيب وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الإسرائيلي انتقد هذه العملية وقال بأنها بكلمة واحدة أنها ضعيفة. ما الذي أريد من هكذا عملية إذا كانت محدودة بهذا الشكل؟ ما هي الرسائل؟ يعني أنا أعتقد القيادة الإسرائيلية تتخبط في قراراتها، يعني اليوم نتنياهو وزير دفاعه وقعوا في ورطة كبيرة في مسار غزة، يعني في غزة لن يعلن عن نتائج لحد هذه الدقيقة. لو تطرقنا فقط لنظرة بسيطة إلى غلاف غزة وإلى المستوطنات في غلاف غزة والمستوطنات في شمال إسرائيل في شمال فلسطين، ما حدث أنه هجرت أكثر من 890 ألف يهودي صهيوني من تلك المناطق وعدم عودتهم لها. هذه المستعمرات تشكل العصب الرئيسي للتجهيز الزراعي والغذائي لتلك المناطق. اليوم يعني حزب الله وغزة وحماس وغيرها استخدموا أساليب بحيث جعلوا هؤلاء المستوطنون لا يأمنون حتى في مسألة القبول بالاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية اللي كانت تقول نحن نحمي الجميع على حدودنا. لذلك أنا أتصور اليوم هذه الورطة التي وقعوا فيها والانكسار الكامل في عدم الانتصار على غزة بالمناسبة وكشف الصورة الإرهابية الكاملة، السقوط الأخلاقي لإسرائيل وأمريكا في مسائل غزة، تعلمين هذا سقوط كامل، قتل أطفال بالألوف ونساء وشيوخ وتهديم مباني مدنية وهدية ولن يصل نتيجة. لحد هذه الدقيقة نحن من هذا المكان وكل العالم يتحدث صهاينة، أين المحتجزون الإسرائيليون؟ هل استطعتم أن تصلوا إلى محتجز واحد؟ لن يستطيعوا لحد هذه الدقيقة، ضربوا منطان ثلاثة قتلوا وكانت حماس تحذر من ذلك. لحد هذه الدقيقة هم يساومون على مسألة التعاون لأجل الإفراج عن هؤلاء. إذا كانوا هم منتصرون فعلا أو كان هم فعلا قد استطاعوا أن يحققوا نصرا، على أقل تقدير يرجعوا سكان المستوطنات إلى مستوطناتهم أو يعيدوا. والغريب أيضا بالموضوع في عملية يعني في العملية الأولى التي كانت في 7 أكتوبر الذي نجا من الإسرائيليين الآن حاول الانتحار أكثر من 70%. إذن المردود النفسي طبعًا على إسرائيل بصورة عامة يقال أنه أكثر من 500 ألف من الذين يعني خرجوا من هذا يعانون من أزمات نفسية. هذا رقم يعني ذكر. أيضا في نفس الوقت الذين خرجوا بالتبادل الأسرى بالتبادل المختطفين بالتبادل الأسرى الفلسطينيين بهؤلاء في فترة ما قالوا المعاملة الحسنة وقالوا لن نصب بأي أذى، إنما كان الحرص علينا أكثر من الحرص على أنفسهم. هذا يدل دلالة واضحة التباين الأخلاقي بين الطرفين، الفشل الأخلاقي والفشل العسكري والأمني. اليوم نقطة بسيطة العالم اللي ينظر أنه هاي إسرائيل كانت تقول إحنا عدنا نملك الجهاز الأمني الاستراتيجي وعدنا السافاك وعدنا ما يسموها مالتهم موساد وعدنا المخابرات الأمريكية وعدنا 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 ولا تستطيع أي حالة. غلاف غزة
لا يمكن لعصفور ان يعبر من غلاف غزه، يعني هم كانوا يوصفون الخبر انه هم غير قادر اي متسلل ان يعبر من خلال غزه ولو بحجم عصفور. نعم. وبالتالي اليوم تجدين ان غلاف غزه المجاهدون وصلوا الى مسافات وصلوا الى مسافه 15 كيلومتر عن بيت المقدس. نعم نعم. يعني هذه مساله نعم. مع الاسف الشديد لن يسلط عليها الاعلام كثيرا، فشل اسرائيلي واضح. يعني 196 يوم للحرب والاسرائيل لم صح انه 16% من غزه الان هو فقط ضمن وجود الغزاويين فيه، والان تهدد بقصف رفحه وغيرها، لكن اكثر من 6 أشهر ولم تحقق النصر. اين الانفاق الذي دعوا انهم اكتشفوه؟ اين المحتجزين الذين دعوهم؟ الافلام اللي طلقوها بالبدايه انه هذه ما هي خسائرهم؟ ما هي خسائرهم؟ اللي تكلموا عن خسائرهم اليوم عندما نتكلم عن خسائر الصهاينه، اعلنوا عن قتل لحد الان 7000 اسرائيلي. هذا كانت إسرائيل تفقد 7000 إسرائيل، وأنا أقول هذا الرقم في تصاعد. أنا أعتقد جازما بأن إسرائيل ستصاب بصدمة عندما تنتهي الحرب، ستصاب بصدمة رئيسية لكثرة وهول ما تم قتله من هؤلاء الجنود وهروب. أكو هروب، يعني أنا أشوف بعض الأفلام مع الأسف في أوروبا تعرض، في أمريكا تعرض، الهروب من الإسرائيليين من الجيش الإسرائيلي. تعرفين اليوم أكو أكثر من حوالي 3000 إسرائيلي وصلوا إلى أوروبا أسقطوا جنسيتهم الإسرائيلية فعلا، والبعض يعتقد أنه محتجزون في إسرائيل فعلاً. تمنعهم من السفر وغيره فعلا. وأكو صار انشقاق مجتمعي اليوم، أكو تعرفين أكو الحرامات اللي هم مع السلم الغير صهاينة، أنهم ضد الحرب بالضبط. أكو اليهود الغير صهاينة اليوم أكو اشتباكات في مسائل تتعلق بمسألة إيقاف الحرب وعدم جدوى هذه الحرب. نعم. لو نفكر قليلا كيف تفكر إيران مع الأستاذ محمد إبراهيم، هل ستشخص إيران هذه العملية على أنها عسكرية أو أمنية؟ كيف سترد إيران برأيك؟ الجمهورية الإسلامية وقيادة الجمهورية الإسلامية قبل الرد، قبل أن يعتبر الصهاينة عبر إعلامهم أن هذا رد، وضعت عدة احتمالات وعدة سيناريوهات لمحاولات الرد الإسرائيلي، منها هذه الردود التي هذه العمليات التي جربتها الجمهورية الإسلامية في السابق وفي الأيام في الشهور والسنوات الماضية من عمليات اغتيال ومن هجمات بالطائرات المسيرة وما إلى ذلك. الآن الموضوع مرتبط بإدارة العملية السياسية والعسكرية. هم بشكل خاص الإسرائيلي يحاول، نتنياهو بشكل خاص يحاول الخروج البحث والخروج من البحث أو الخروج عن من مأزق غزة وإلى أين سيتجه، في محاولة إلى تعميم الصراع في المنطقة، قد يستطيع تحوير الأنظار عن هزيمته في غزة وعن غرقه في رمال غزة. لذلك الجمهورية الإسلامية طوقت الكيان الصهيوني وحاصرته عسكريا وسياسيا وفي الطريق نحو حصاره اقتصاديا. لذلك إن اعتمد الكيان الصهيوني أي سبيل ومحاولة لرد عسكري حربي، الجمهورية الإسلامية ضربت الأراضي الفلسطينية بهجوم حربي صاروخي وطيران مسير لا يقارن. ولو حاول الصهاينة الكذب على جمهورهم والكذب عبر وسائل الإعلام وتصوير صواريخ سقط، روجوا بالمناسبة روج الصهاينة لسقوط صاروخ في إحدى المستعمرات الشمالية على الحدود اللبنانية بأنه صاروخ انفجر في أصفهان، لكن المقارنة دلت إلى أن هذا الصاروخ هو صاروخ أطلقته المقاومة الإسلامية على مستعمرات الشمال الفلسطيني. لذلك إن لم يعتمد الصهيون ويأخذ الجرأة بشكل كبير ويعتبر أنه بإعلان رسمي أن هذه العملية إسرائيلية قامت بها القوات الصهيونية لتكون بمستوى، إذا قورنت بمستوى الهجوم الإيراني هي لا شيء، والإسرائيلي إن حاول تنفيذ عمليات عسكرية عبر قصف بالطيران أو قصف بالصواريخ إلى الأراضي الإيرانية، فالرد الإيراني جاهز. وقد تحدث قارة الحرس وقارة الجيش بأنه خلال ثواني سيتم إطلاق الصواريخ وهجوم بعشر أضعاف عن الهجوم السابق. بالمناسبة أنا شاهدت الهجوم الصاروخي والطيران المسير، أنا من منطقة قريبة من الحدود مع الجولان السوري، شاهدت بأم العين كمية الصواريخ الكبيرة التي كانت تتساقط على الجولان وكمية الاعتراضات الكبيرة. ما نقله وصرح به
قادت الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم تصدوا في البداية إلى 99% من الصواريخ، ثم تراجع الرقم نحو 78. هو رقم كاذب، وهو فقط لمحاولة طمأنة المجتمع الصهيوني بأننا دولة محمية بشكل كبير. لن يجرؤ الصهيوني على اتخاذ قرار كهذا، وقرار هجوم كبير بدون غطاء أمريكي وبدون مشاركة أمريكية كما شاركتهم، ومشاركة غربية كذلك، لأن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية شاركت الكيان الصهيوني بصد الصواريخ. نعم. كمية الاعتراضات التي أطلقتها السفن الحربية من البحر المتوسط نحو الصواريخ والمسيرات الإيرانية تفوق بأضعاف مضاعفة ما أطلقته الدفاعات الجوية والقمم الحديدية عند الجيش الصهيوني. لا يستطيع الكيان الصهيوني حماية نفسه أمام هجوم إيراني كبير أو هجوم من مختلف قوى محور المقاومة بنفس التوقيت، لأنه لن يصمد بضع دقائق وستنتهي كذبة القبة الحديدية وستنتهي، ولن يجدي نفعا الدفاعات الصاروخية الغربية في محاولة حماية هذا الكيان. لذلك بالمطلق بشكل كبير سيحاول الكيان الصهيوني تنفيذ عمليات أمنية واغتيالات ومحاولة إيجاد بعض الاضطرابات في الداخل الإيراني. غير هذا الخيار سيكون صعبا بشكل كبير، لأن التجربة التي حصلت تقول أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل محور المقاومة اتخذت القرار في حال تعرض الجمهورية الإسلامية لمثل هذا الرد للدخول في الحرب الكبرى، وأن أي ضربة صاروخية كبرى على الكيان الصهيوني ستطول لم إلى هذا المكان. إيران هل ستعتبر هذا رد؟ كيف راح تفكر بهذا الموضوع؟ يعني هي أثبتت جاهزيتها التامة بأنه هي فجرت المسيرات في سماء أصفهان، وأيضا يعني طمأنت شعبها أيضا اللي ظهر اليوم بتظاهرات في طهران يندد وأيضا يستنكر هذا الموضوع، وأيضا يؤازر الحكومة على التصدي للصهاينة. أظن أن الجمهورية الإسلامية ستعتبرها عملية تخريبية كالعمليات السابقة بأيدي الصهيونية، وسترد بالمقابل بعمليات مماثلة في الداخل الإسرائيلي. رأينا الكثير من العمليات التي لم يشار إليها كثيرا في الإعلام، أن عمليات محدودة وموضوعية داخل الكيان الصهيوني، طالت مصانع، طالت منشآت حساسة الكيان الصهيوني لم يعلن عنها والجمهورية الإسلامية لم تتبناها. هذا هو كما أظن وكما أرى، أن هذا هو السياق الذي ستتخذه صحيح. الجمهورية الإسلامية طيب. بخصوص هذه العملية. طيب الآن بعد أنه تكلمنا عن موضوع الرد الإسرائيلي والتداعيات، ننتظر ماذا في جعبة إسرائيل، وأيضا هل سترد إيران أم لا. تكلم عن مجلس الأمن الدولي والتصويت على المقترح اللي أطلقته الجزائر في اعتبار فلسطين عضوية في المجلس، وأيضا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب وقف الفوري لإطلاق النار، وأيضا التأييد بعضوية فلسطين. 13 عضو صوت على الموافقة، لكن أمريكا استخدمت الفيتو بالتعاون مع سويسرا وبريطانيا، بما أن فرنسا صوتت على موافقة على هذا الموضوع. والآن بعد هذا الموضوع نددت أكيد السلطة الفلسطينية بهذا الموضوع، وأيضا نددت حركة حماس باستخدام الولايات المتحدة حقها في التصويت إلى الفيتو. لو نتكلم أكثر حول هذا الموضوع مع أستاذ عدنان، هل في تبعات توضحت من موقف الأمريكي حول استخدام الفيتو في هذه الجلسة؟ سيد عزيزي، خلينا نتكلم بشكل واضح ونرجع شوية للوراء قليلا. نعم. اليوم التاريخ العلاقات العربية مع هذه الدولة اللقيطة، الدولة اللقيطة توسعت من مساحة كانت تحتلها بنسبة 18%، أصبحت الآن مشروع حل الدولتين يشمل 16% من فلسطين. يعني انقلبت الآية من 48 إلى يومك هذا، إلى سنة 1998 عندما طرح مشروع حل الدولتين المناسب. صحيح. إلى حد هذه الدقيقة الآن هي المساحة المتفق عليها لحل الدولتين هي 18%، وهذه الدولة مقيدة ومنزوعة السلاح
وتستخدم العملة الإسرائيلية ولا مجال لها للتعبير عن ذاتها حتى على مستوى التعامل الاقتصادي وغيرها. اليوم إذا نتكلم عن أمريكا وعلاقاتها التي دائما دافعت عن إسرائيل وأجبرت العرب على الخوض في استسلام للصلح من كامب ديفيد إلى أوسلو إلى وادي عربة إلى كل الاتفاقات إلى حل الدولتين كلها لن تنفذها إسرائيل ولا زالت إسرائيل لا تنفذها حتى في مسألة حل الدولتين التي الآن الدول الأوروبية تسعى من أجل إعادة هذا المشروع، والعراق بالمناسبة لا يعترف بمشروع حل الدولتين رسميا. نعم. يعني العراق من الدول الرافضة لحل الدولتين أساسا. لذلك أنا أتصور مسألة أنه طرح مشروع أنه فلسطين كدولة عضو في مجلس الأمن هذا عمل أمريكا لا تريده الآن في هذا الوقت، تريد أيضا أن تضغط بشكل كامل على ما المؤثر بالاعتراف بفلسطين دولة، ما سيؤثر على المصالح؟ إذا أصبحت دولة، إذا أصبحت عضو يكون لها كافة الصلاحيات والامتيازات التي تتوفر للدول ذات السيادة، أي بمعنى تبدأ تطالب بسيادتها، تطالب على الأقل تقديم الاتفاقات السابقة. تقريبا هي باتفاقات مع إسرائيل، الدولة الإسرائيلية أصور بين 16 إلى 18 اتفاقية تمت بين الدول العربية وبين الدولة اللقيطة من أجل وبضمانات أمريكية بالمناسبة. صح. تعرفين من كامب ديفيد وشفت المصابحة ويا كارتر والسادات وبيغن، يعني بيغن مع بيغن، كانت الصورة واضحة أنه الرعاية الأمريكية مستمرة حتى إلى حل الدولتين. لذلك أنا أصور اليوم المشاريع المطروحة عدم الاعتراف بإسرائيل ونقل الفلسطينيين بمشروع القرن، تعرفين هذا مشروع القرن، مشروع لا زالت أمريكا متمسكة به، مشروع التطبيع مع إسرائيل هو المشروع السائد والذي تلتزم به إسرائيل وأمريكا، فهاتان المشروعان وجد إلى أرضية خصبة في بعض الدول العربية، ولولا موقف الجمهورية الإسلامية وموقف حزب الله وموقف كل الفصائل المعارضة لهذا المشروع لكان هناك عمليات تطبيع في البلاد العربية قد استمرت بشكل واسع بما فيها المملكة العربية السعودية بكل صراحة. نعم. اليوم لكن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما حصل في غزة، ما حصل من تداعيات غزة وما قبلها الصراع مع حزب الله أفشل هذا المشروع بشكل كامل، وموقف المقاومة في العراق. لذلك أنا أعتقد اليوم نحن أمام دجل أمريكي. اليوم نعم تخرج أمريكا وتخالف كل دول العالم في مسألة تتعلق على أقل تقدير بسيادة فلسطين في مجلس الأمن، هو موجود كمراقب لكن كمراقب ما ينطو صلاحيات التصويت ولا صلاحيات السيادة، يعني الدعوة للسيادة والاعتراف الدول به كدولة. لحد هذه الدقيقة أمريكا لا تريد ذلك، تريد أيضا الإبقاء على الوضع بهذا الشكل، تريد أيضا استنزاف الفلسطينيين أكثر عدد ممكن، استنزاف المقاومة، نزع سلاح المقاومة، وبالتالي إنشاء دولة هزيلة ضعيفة غير قادرة على أن تثبت وجودها على أقل تقدير على الأرض. هذه المحاولات الأمريكية يعني لا نأخذها بمقياس أنه رفضت بعنوان رفض الفيتو، لا، نعم. أخذتها ضمن استراتيجية واضحة وعلى الدول العربية وإيران تفهمها جيدا، تفهم أن الموقف الأمريكي هو موقف يعتمد على استراتيجية بقاء إسرائيل وأمن إسرائيل. نعم. بغض النظر عن كل شيء، ما تريد إسرائيل تنفذ بشكل واسع وتمارس كل ضغوطها من أجل أنه تبقى إسرائيل وأمن إسرائيل في المنطقة. وتعرفين إحنا البعض مع الأسف الشديد أسقط الشعارات اللي كانت قبل رحمة الله على الإمام الراحل الإمام الخميني، كان يقول بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، فعلا هي الشيطان الأكبر، يعني بعضهم قد يتصور أن هذه العبارة يعني جزافيا قيلت، لا، أنه فعلا الآن أمريكا هي سبب الأشياء اللي حصلت، سبب النكبة التي حصلت، والآن ما حصل اليوم في مسألة غزة وفي دعم إسرائيل كان واضح الدعم الأمريكي. يعني تصور اليوم غزة تناضل من أجل بقائها من أجل الدفاع عن أراضيها، تجي البارجات الأمريكية وتهدد إيران في حالة إذا دعمتم الغزاويين فسوف يعني تكون بارجتها جاهزة لرد الاعتداء بهذا الشكل طبعا من قوسين. لكن أنا أعتقد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت الموقف اللي ينسجم مع سياستها الأمريكية تجاه إسرائيل. طيب انتقل أستاذ محمد، ما هي قراءاتكم إلى ما حدث في مجلس الأمن الدولي اللي رفض هذا المشروع بالرغم أنه الرئيس الفلسطيني صرح بأنه هذا عدوان صارخا ويدفع المنطقة إلى شفاح هاوية؟ هو بالتالي انكشاف وراء انكشاف وراء انكشاف، كل مرة ينكشف ما يسمى المجتمع الدولي وحلف الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتغنون بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم الشعوب لتحرير أنفسها وتقرير مصيرها، وكل هذه السيمفونية التي تعزف على مدار عزفت وتعزف على مدار السنوات الماضية والأيام الماضية، هو بالمطلق دفاع عن هذا الكيان وعن بقاء الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى بأي شكل من الأشكال
عن جزيرتها المتقدمة في منطقة غرب آسيا التي تثبت وتزيل وتمنحها سيطرة ودخول إلى العمق الآسيوي بشكل كبير، وهي هذه الجزيرة الكيان الصهيوني التي تمنح الولايات المتحدة الأمريكية سطوة أكبر على الصعيد العالمي وعلى صعيد مفاصل التجارة العالمية، وكل ما يتعلق بتجارة النفط وتخطيط هذه المنطقة. هذه الدولة الكيان المؤقت والكيان المسيخ هي هو هام للولايات المتحدة الأمريكية بأهمية بقاء أوروبا، بأهمية بقاء الولايات المتحدة الأمريكية متربعة على عرش السيطرة العالمية وعلى عرش القوة الأعظم في العالم. إن بدأت خساراتها تتدالى فهي كصاعد متفجر سينهي كل تواجدها. كما رأينا منذ 7 أكتوبر ما حدث في مباشرة في مضيق باب المندب، ما حدث في الجبهة اللبنانية، وما حدث مؤخرا وقبل الضرب الإيرانية السيطرة الإيرانية على السفينة الإسرائيلية، هي تهديد بقطع خطوط المواصلات البحرية في حال تفاقم الأمر. والولايات المتحدة الأمريكية كما ندرك تعتمد على العصب البترولي وعلى البترول المصدر والمنتج في هذه المنطقة بشكل كبير، مرتبطة اقتصاديا جدا بحصولها على نفط رخيص الثمن، مرتبطة ببقاء سطوتها وسيطرتها على هذه الحكومات وعلى هذه الجيوش. فلذلك إن فقدان الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكيان وتآكله واهترائه هو يسدد ضربة لهذه الصورة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية، ويسدد ضربة للغرب بكامله. هذه الدولة التي بنيت على مدار عشرات السنين، بل ونستطيع أن نقول منذ أكثر من 200 سنة، منذ ما يسمى بنداء نابليون الأول ليهود العالم التوجه إلى أرض فلسطين. هذه النقطة المفصلية إن تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عنها وخسرتها سواء على مستوى العالمي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، صوتت معظم الدول في العالم لصالح القضية الفلسطينية ضد الصهاينة، ونفس في نفس التوقيت وفي نفس المسار صوتت هذه سو الولايات المتحدة الأمريكية أعطت حق النقد الفيتو ضد حل الدولتين. هي الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بالمطلق هذا التراجع الكبير في مخططها للعالم. هي تريد أن تبقى مسيطرة على العالم. الكيان الصهيوني، هذه الدولة، هي من ركائز سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم ومن ركائز تفتيتها للمنطقة. إن فقدتها فكما قلنا أنها سيؤدي إلى تراجع كبير في الاقتصاد الأمريكي، وكل ما سيليها من الدول الغربية ستتبع الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل خسارتها الاقتصادية وانكفائها إلى دواخلها. يعني طيب أستاذ محمد، هذا المطلب هو كان من 2011 إلى الآن لم ينفذ والآن رفض، هل ممكن المطالبة من جديد بهذا المطلب الاعتراف بفلسطين كدولة وكعضو في المجلس؟ هو بالأصل إذا كان هذا المطلب محاولة تبريد الأزمة، يعني تقسيم فلسطين وحل الدولتين كان منذ إنشاء هذا الكيان، الآن هي محاولة لتبريد الأزمة، محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء كما يقال. إنما هل هو لديه جدوى فعلية على أرض الواقع؟ لا، محور المقاومة والذين يؤمنون بالقضية الفلسطينية والذين يؤمنون بفلسطين دولة واحدة موحدة من البحر إلى النهر لأهلها وشعبها الفلسطينيين، أو ذلك ستكون دولة كما سار الرئيس الأمريكي السابق ترامب بجعل القدس عاصمة للدولة اليهودية. لا خيار بين هذين الخيارين. القوى المؤمنة بالقضية الفلسطينية لن تقبل، والقوى المؤمنة بالقضية الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بحل الدولتين.
نعم. ننتقل إلى ملف جديد حول المقاومة الفلسطينية وأيضا المقاومة في لبنان. سلك التصعيد على جبهة لبنان وفلسطين المحتلة مسارين متوازيين. إسرائيل تكثف عملياتها الأمنية والاستخباراتية باستهداف مقاتلي وقيادي حزب الله، وأيضا حزب الله يكثف من عملياته العسكرية النوعية كشفا عن جانب جديد من قدراته العسكرية والجوية. طبعا هذه العمليات تمت من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء. يوم الاثنين كانت هنالك عمليات أدت إلى استهدافات لمسيرات انتحارية وغيرها، وأيضا يوم الأربعاء كان هجوما مركبا بالصواريخ وأيضا والمسيرات والانقضاضات، وأيضا كان هناك استخدام لأسلحة جديدة مثل صاروخ الماس الذي يخترق الحواجز. تكلمنا مع أستاذ عدنان قبل قليل بأنه أيضا كان هناك حواجز لا يمكن أن تخترق من كما صرحت إسرائيل، لكن المقاومة اللبنانية استخدمت خلال هذه الأيام المسيرات أبابيل، هذه المسيرات التي لم تكتشف الأجهزة الحديثة للاستطلاع لإسرائيل عن وجودها في سماء إسرائيل، وأيضا أدت بهجماتها بأتم وجه، وأيضا صاروخ الماس المخترق للجدار. هذا كيف ينعكس وما هي النقاط القوة التي سجلها حزب الله في هذه العمليات المستمرة خلال هذا الأسبوع منذ 14/4 والهجمة الإيرانية الكبيرة؟ سيدة عزيزة، يعني من جميع أن أكثر تأثير على المجتمع الإسرائيلي الصهيوني، أكثر تأثيرا عليه من الناحية النفسية ومن ناحية القبول، هو تصريحات السيد حسن نصر الله. نعم. يعني تصريحاته هي قنابل ذرية من ذاته، يعني كل ما يصرح لأنه صادق في كلامه، وهو رجل يعرف كيف يتكلم ويعلم إمكانياته وقدراته. طبعا اليوم عندما نتكلم عن هذه القدرات ليس فقط قدرات تكنولوجية ولا قدرات صاروخية، إنما قدرات بشرية قادرة، لكن هذه القدرات أرعبت إسرائيل وجودها. هي هي هي, هي لديها تجارب مع حزب الله، أثبت حزب الله إمكانياته وقدراته، أثبت يعني قابليته للوصول إلى الأهداف اللي يريدها، حقق الكثير من عملية التوازن العسكري في المنطقة، وحقق أيضا نجاحات في الآونة الأخيرة. إذا إحنا ما نريد نرجع للتاريخ، لأنه هذا التاريخ الحمد لله والشكر حزب الله سجل انتصارات عظيمة، يعني رفعت من رأس المسلمين والعرب وأدت إلى أنه تجعل القضية الفلسطينية في الواجهة. هذا أمر محكوم، يعني مثل ما يقول كتب على المقاتلين أن يحققوا بدمائهم هذا النصر. لذلك أنا أتصور اليوم حزب الله يستعمل السياسة جدا ناجحة وذكية مع القوات الصهيونية، وذلك بأن تكون ضرباته ضربات نوعية وضربات قادرة على أن تحقق نتائج حاسمة ودقيقة. يعني خلينا نتكلم عن آخر عملية، آخر عملية استخدمت فيها طائرة واحدة واستخدمت صواريخ ثلاثة، أدت إلى أن يعني تنسف مقر كامل لأسرائيل وتقتل وتجرح بادعاءات إسرائيل 14، بادعاءات إسرائيل بس صرحهم 14، ولكن واقع الحال عندما تجدين القضية بمعنى أكثر، أي بمعنى أقل تقدير، بمعنى الصاروخ والدرون الذي أطلقه حزب الله اخترق كل الرادارات والقبة الحديدية وما شابه ذلك، واستطاع أن يصل إلى هدفه في معسكر وليس على أماكن مدنية. وقبلها كما تعلمين الرادارات المتطورة اللي كانت تكلف إسرائيل ملايين الدولارات تم أيضا استهدافه، وهذا طبعا استهداف كان نوعي، هذا قبل أسبوع أدى إلى تهشيم الرادار الإسرائيلي. الإسرائيليون لا يستطيعون القيام بهجمات، لأن يعرفون أن المستنقع إذا وقعوا فيه في لبنان سيكون هناك هزيمة منكرة لقواتهم، والقوات الإسرائيلية تحاول حث جنودها على أن يستعدوا لمعركة مع حزب الله، لكن لحد هذه الدقيقة المؤشرات تقول تراجع القرارات الإسرائيلية في مهاجمة حزب الله. هذا دليل على أن حزب الله يملك إمكانيات وقدرات استخباراتية، يملك قدرات استطلاعية، قدرات في التمكين، يملك قدرات في السيطرة، يملك قدرات في الرد السريع. هذه إمكانيات مع توافر يقول لك يعني مستودع أو كم من الصواريخ القادرة فعلا على أن توصل أهدافه في تل أبيب. ترعب إسرائيل نفسها. بالتأكيد الآن مرعوبة بهذا الاتجاه. إلى الختام أستاذ عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا لك، وصلنا الى الختام، شكرا جزيلا لحسن المتابعه.
الله.